فنفوز فوزا عظيما. سيدي يا أبا صالح، سيدي ما التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريف، وبن سعد صاح
هجموا على حريم ذبح ليث الحريب زلزل الكوفة وكربلة وانزف الشامات وانشد على اللي وقفته يجذب الحسرة ويهتف وما حد يجيب ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى عليه، الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. في هذه المقطوعة الصغيرة بكلماتها الكبيرة بمعانيها ومدلولاتها من وصية أمير المؤمنين عليه السلام الأخيرة إلى ولديه الحسن والحسين ومن بلغه كتاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الله الله في الأيتام. أمير المؤمنين في هذه المقطوعة يريد من المجتمع أن يستشعر المسؤولية تجاه الأيتام. المجتمع لا يكون إسلاميا إلا إذا تحمل مسؤولية البعض مع البعض الآخر، أن يتحمل مسؤولية أفراده فردا فردا. المجتمع
لا يكون إسلاميا إلا إذا تحسس كل فرد فيه آلام الفرد الآخر، واستشعر المسؤولية التي ألقيت على عاتقه اتجاه أخيه الآخر الموجود معه في ذلك المجتمع. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يغثه أو يعينه أو يساعده بكلمة أن يتحمل مسؤوليته، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ليس بمسلم. هذا في تحمل المسؤولية في نطاقها العام. أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يوجه الأنظار إلى قسم معين خاص في المجتمع، هو القسم الضعيف بل الأضعف، وهم اليتامى. الله الله في الأيتام، يعني استشعروا المسؤولية تجاههم. ليش يا أبا الحسن تطالب المجتمع أن يستشعر المسؤولية تجاه هؤلاء الأفراد؟ قال: المجتمع من أي شيء يتكون؟ من أسر، صحيح ولا لا؟ المجتمع يتألف من أسر، والأسر تتألف من أفراد، يعني أشبه شيء بالبيت يتألف من غرف. المجتمع هو البيت والغرف هي الأسر، وكل طابوق في ذلك البيت تمثل فردا في ذلك المجتمع. متى يصلح المجتمع؟ إذا صلحت أفراد هذا المجتمع. أنت شايف بيت يكون صالح وممتاز الطابوق فاسد؟ لا. كذلك المجتمع لا يكون صالحا بأفراد فاسدين. ومن هنا ألقيت المسؤولية على الأب وعلى الأم في تربية وتنشئة هذا المولود، أن يوجه، أن يغذيه بأي شيء. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علموا أولادكم حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم القرآن، علموا أولادكم الحديث. هذا العلم أو التعليم مطلوب منك في الصغر وهو لا يزال طفلا صغيرا، أن تنشئه وتربيه وتكبر هذا المولود، يكبر 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 في أحضانك وهو يسمع منك ويرى من فعلك كل شيء يصقل شخصيته، ولكن لا ينبغي أن يصدر منك إلا ما ينمي هذه الشخصية. سؤال: إذا كان الأب هو المسؤول عن تنشئة هذا الطفل وتربيته وتوجيهه إلى الله جل وعلا، لأن هذا الولد لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا ارتبط بالله جل وعلا. من دون الارتباط بالله مهما يكون غني وصاحب منصب وشهرة ومكان وما بشنو، هاي كلها ما تنفع. الذي يجعل هذا المولود صالحا هو تحمل المسؤولية، أن يتحمل المسؤولية بينه وبين ربه، أن يوثق العلاقة مع الله ويعمل على أساس هذه العلاقة وما تقتضيه هذه العلاقة. إذا الأب فارق الدنيا، الله يحفظكم ويحفظ أبنائكم وآباءكم إن شاء الله، إذا الأب فارق الدنيا، هذا المولود ألا يحتاج إلى تنشئة، إلى تربية، إلى تعليم، إلى توجيه، إلى إرشاد؟ بلى. ما الذي تغير؟ ولدي وولدك
هما واحد، مثل ما ابني يحتاج إلى تعليم وإلى تغذية وإلى تربية، ابنك هم يحتاج، وابن فلان هم يحتاج، وابن علان هم يحتاج. فإذا مات الأب فقد هذا الولد الجهة التي ترشده وتربيه وتنميه على الطريق الصحيح، وبالتالي يكون هذا اليتيم في عرضة الخطر. هذا اليتيم إذا فقد من ينميه ويربيه كان في دائرة الخطر، فلربما سيطر عليه الشيطان وأغواه، وسيطرت عليه الشهوة والغريزة، وإذا به مجرم في المجتمع. لاحظ، الأب موجود والابن يكون مجرم، الأب ما يستطيع في كثير من الأوقات أن يسيطر على ولده. كيف إذا أب ما موجود؟ كيف إذا مسك هذا الطفل زمام أمره وهو لا يعرف مصلحته؟ شو يسوي؟ ومن هنا الله تعالى يلقي المسؤولية على المجتمع بأسره. أعرف أننا جميعا سنحاسب عن الأيتام، ماذا صنعنا لهم وماذا قدمنا لهم. الله سبحانه وتعالى ألقى علي وعليك المسؤولية تجاه هؤلاء، فنحن آباؤهم. إن فقدوا الأب كنا لهم آباء، وإن فقدوا الأم كنا لهم أمهات. يعني نساءهم أمهاتنا، يكونون أمهاتهم. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، يوم اللي وصل خبر مسلم ابن عقيل بأنه قتل، جاء إلى أخته زينب سلام الله عليها، قال: أخي زينب، نعم يا ابن والدي. قال: أريد حميدة بنت مسلم، ما تريد أن تصنع بها؟ قال: الآن وصلني خبر عن وفاة أبيها، أبوها قتل. يعني هاي الطفلة من اليوم شنو؟ يتيم. اليتيمة أو اليتيم بشكل عام إذا دمعت عينه على حق اهتز لدمعته عرش الله جل وعلا. جيبي حميدة. اجت حميدة مع عمتها زينب. هكذا ينبغي أن نصنع، أن نحسس الأيتام بالأبوة. أجلسها في حجر علامة الرحمة، احتضنها إلى صدره، قبلها، ثم مسح على رأسها حتى يشعرها الحب والحنان، ثم قال: بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. يعني يا شيخ الطلبين عندي، حوائجك التي كان الأب هو الذي يوفرها لك، أنا اليوم أكون مكانه وأوفر لك تلك الحاجيات. يعني الأمور المادية التي تحتاجينها أنا المسؤول عن توفيرها، أنا لك أبا بعد. والأب كما يسد فراغ المادة يسد فراغ العاطفة. لاحظ، ولذلك شوف أمير المؤمنين ماذا يقول: فلا تغبوا أفواههم. يعني لا تخلوهم يجوعون في الوقت اللي أنتم قاعدين تشبعون وتأكلون. هاي أفواههم لا تغيبوا عنها ولا تغيبوا الطعام عنها، لا، ناولوهم مما تأكلون، أطيب ما تأكلون وتطعمون أبنائكم. خذوا للأيتام، اجعلوا للأيتام حظا ونصيبا فيما تأتون به إلى أولادكم. فلا تغبوا أفواههم، يعني الحوائج المادية خذوها لهم. بعد: ولا يضيعوا بحضرتكم. أنت شلون تحب ابنك؟ ماكو أب ما يحب ابنه، أنت تحب ابنك حتى يوم اللي تضطر إلى ضربه وتأديبه. الضربة ولكن ضرب رحمة، الضربة وقلبك يألمك على هاي الضربة. هذا الطفل اليتيم بين أمرين، إما أن يترك فيضيع، يأخذ الشيطان وأولاد
يستوي، وإما أن يدلل أكثر من اللازم، وأيضاً الدلال يفسده ويضيع، وبالتالي أمير المؤمنين ما قال لك دلله ولم يقل لك اضربه، وإنما قال لا يضيع. هذا الطفل اليتيم كما تحفظ ولدك وتربي ابنك في منظارك أنها أفضل تربية، ينبغي أن تجعل نصيب اليتيم منها بمثابة ابنك، أن تنزله منزلة الولد لك، يعني تكون إلى مربي، تكون إلى مرشد، تكون إلى خادم. والمقصود بالخادم هو الذي يقضي حوائجه ويوفر له متطلباته. لاحظ ما ضر المجتمع، أي مجتمع من المجتمعات، ما ضرنا لو شكلنا لجنة في كل قرية تكون مسؤولة عن شؤون الأيتام. عندنا أطفال يتامى، لجنة، جمعية، هيئة، مش ما تريد عبر، المهم أنها تتكفل بشؤون الأيتام، تراعي أحوال الأيتام. لو كل إنسان في القرية شهريا يتبرع إلى هذه اللجنة بدينار واحد، أحسب العدد كم يطلع تقضي حوائج الأيتام. بل ربما تؤسس لهم أندية وملاجئ ومدارس خاصة حتى يتربوا فيها أفضل ما يمكن أن تكون التربية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قل أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقيل كهاتين. بالله عليك هاي المنزلة بأي شيء تنالها، إنما تنالها إذا أخلصت لله في هذا اليتيم وفي ظروف هذا اليتيم وأحوال هذا اليتيم. نعم، هذا إذا كان يتيم بشكل طبيعي، يعني أبوه عاجله الموت وراح موت طبيعية. أما إذا كان لأبيه حق عليك فإنما يزداد حق اليتيم عليك. إذا كان أبوه قتل من أجلك ومن أجل قضيتك ومن أجل مكانتك، لا، مسؤولية هذا الطفل في عنقك تكون أكبر وأشد، مثل ما والد ضحى من أجلك ومن أجل القضية، أم أنت يجب أن تضحي وأن تقر عين أبيه في قبره بأن أولاده محفوظين ومحترمين ولهم مكانة وما يضيعوا بعده. لاحظ، واليوم احنا عندنا شهداء، وهي الشهداء رحمة الله عليهم خلفوا أيتامهم، فحق هؤلاء الأيتام أوجب علينا ولو أخلاقيا، خلي مسألة الشريعة وفقه، ولكن ولو من باب الأخلاق ورد الجميل إلى آبائهم وما فعلوا، يجب أن يحترموا في المجتمع، لا أن ينسوا، لا أن يهمشوا، لا أن يضيعوا. علينا أن نوجه إليهم الأعين وأن نربيهم أفضل ما يكون، وأن نعين الأمهات على تربية الأبناء. يجب أن نتحسس آلام عوائل الشهداء، نتحسس أحوال وآلام أولادهم ونسائهم وأهاليهم، وأن نقدم ولو الشيء اليسير. هم ما قصروا، قدموا كثير، والباقي علينا احنا. شو نسوي؟ ما نقدر نسوي هيئة لجنة تبرع في منطقة وما شاكل ذلك من أجل ولو عيدية لليتيم، ولو من أجل توفير لقمة لليتيم. على العموم اليوم يوم الأيتام، أولاد المسلم سلام الله تعالى عليهم، هذا أبوهم راح شهيد في نصرة القضية، والمجتمع ما راعى لهؤلاء حرم. احنا نعيد مجتمع الكوفة، نقول أطفال صغار 8 و7 سنوات وأبوهم مقتول في خدمة الدين،
احترمهم مجتمع الكوفة. احنا نعيب مجتمع الكوفة. يا ناس نعيبهم ونريد نصير مثلهم؟ ما يصير. وبالتالي علينا ان ننظر الى سلبيات ذلك المجتمع حتى نغطي سلبياتنا وان نوجهها وان نربي انفسنا وايتامنا جميعا. اليوم انت تربي ابناء وايتام غيرك، بكره مولاي بعد عمر طويل انت تفارق الدنيا يصير عندك ايتام. يوم اللي ما تربي المجتمع على احترام الايتام وتربيه الايتام وتنشئه الايتام وخدمه الايتام، بكره ما تشيل اولادك حبيبي. لكن اذا من اليوم اسست لك جمعيه ولجنه، ها هاي اللجنه بتشيل ايتام الناس اليوم، بكره راح تشيل ايتامك. أولاد مسلم سلام الله عليهم، إذا ذكرت الأيتام فينبغي عليك أن تعرج على أبناء مسلم لأنهم مصداق الأيتام الواضح. فقدوا أم وأب، الأب مقتول ويجر في الأسواق بالحبال، والأم وإن كانت موجودة ولكنها في حكم الميتة لأنها بعيدة وغائبة عن أولادها ولا تستطيع أن تستعلم أخبارهم فضلا من أن تعطف عليهم أو ترأف بهم. وإذا طفل عمره 7 سنوات 8 سنوات يحتاج إلى حضنة، يحتاج إلى حضن يدف به، يوم اللي يخاف يروح حضن أمه، يريد حب يريد حنان. أولاد مسلم وين راحوا مولاي؟ فكرت بهم مشردين بأبيهما وأمي. اليوم رجال مطلوب للداخلية، تشوفه ما يستقر في مكان ومن مكان إلى مكان وما عنده موطن يضع فيه قدمه ويكون في مأمن. رجال خايف، والله عليه طفل 7 سنوات شلون يكون قلبه؟ أطفال وإذا بهما يقعان في يد عبيد الله بن زياد، شلون طاغية لعنة الله عليه. قال لهما من أنتما؟ قال لنا الأمان. يا الله مو تعرفون الطاغية؟ ليش تحدث؟ ليش تخبر؟ لطفل مكسور ومن جانب ثاني يريد يلقي حجة ومن جانب ثالث ما يريد يكذب. هذا تربى خوش تربية مولاي، خوش تربية تربى هذا الطفل. قال من أنتما؟ قال لنا الأمان. قال بلى. قال نحن غلامان كريمان يتيمان كريمان لمسلم بن عقيل. ابن زياد لما سمع فرح فقهقه شماتة. شوف الخبث، شوف اللئام، يشمت على طفلين أطفال 7 و8 سنوات. قال والله ما أنتما بكريمين ولكنكما لساني خبيثان. كلمة عظيمة، سامحوني أنا مضطر أنقلها، خلي أبين لك شلون طغيان هذا الطاغي، فسوق هذا الطاغي، عشان تعرف هذين الصغار يواجهون اي قوه واي طغيان واي لعنه الله عليه. فالتفت اليه الاكبر عمره 8 سنوات، قال له الرجس النجس الخبيث مو احنا، لا هو الذي يقتل ابن بنت رسول الله وهو يعلم انه ابن بنت رسول الله. يعني انت والله عليك انا وانت يوقفوننا قدام طاغيه وجلاد نستطيع ان نقول هاي الكلمه؟ وهذا الطفل 8 سنوات، شوف القوه وشوف الشهامه والتربيه. فاغتاظ ابن زياد فنادى يا مشكور، سجان عنده اسمه مشكور وقيل يشكر، يا مشكور. قال نعم يا امير. قال انك تعلم ان نعمتي عليك سابقه وان قلبي لك صافيه. قال نعم. ما تريد؟ قال خذ هذين الغلامين وضع القيود في ايديهما والاغلال في اعناقهما، بعد واجعلهما عندك في اضيق حال، ضيق عليهم بالسجن، بعد
ومن طيب الطعام فلا تطعمهما، ومن بارد الماء فلا تسقيهما. شلون الآمن؟ شلون خبث؟ وفعلا يؤخذان إلى السجن سنة كاملة. كان يأكلان خبز شعير وملح جريش وقطرة ماء حتى انتحلت أبدانهما بأبيهما وأمي. يوم من الأيام يلتفت واحد منهم للثاني يقول له حبيبي أخويا شبرنا لو خبرنا السجان بنسبها وحسبها، فإن القلوب بيد الله يقلبها حيث يشاء. يمكن يطلع في خير هذا السجان. قال أنت وما تريد يا نور عيني. إجا السجان يجيب لهم طعام، هذا الخبز وهذا الملح. التفت إليه أحدهما قال يا شيخ شوف عظمة الكلمة، شوف الاحترام، حتى وقت المصيبة الآداب والأخلاق ما كانوا يتركوها. يا شيخ أتعرف محمد المصطفى؟ قال كيف لا أعرفه وهو نبيي حبيب قلبي، هو من أرجو شفاعته يوم القيامة. قال تعرف علي بن أبي طالب؟ قال شلون ما أعرفه؟ أعرفه، هذا الذي يأتي النصر على يدي. شلون ما أعرف أبو الحسن؟ تعرف الزهراء فاطمة؟ قال بلى. تعرف عقيل؟ بلى. تعرف مسلم؟ بلى. قال يا شيخ نحن غلامان إمام مسلم ابن عقيل، أنت بالأمس ما تعرفنا وحسبنا ونسبنا، لكن اليوم تعرفنا. احتراما لجدنا، ويقولون من أجل حنين الألف وعين تكرم. احنا اثنين مو ألف، من أجل رسول الله، من أجل علي، من أجل فاطمة، من أجل عقيل، من أجل مسلم. ألا ترأف بحالنا؟ احنا مو طالبين إطلاق صراح، طالبين شوية تحسن معاملة ويانا. وإذا به يلتفت إليهما أنتما أبناء رسول الله؟ قال بلى بلى. انكب على قدميهما أقدامهما يقبرها. المعذرة إلى الله ثم إليكما، والله ما كنت أعرفكما، سامحوني عبر ذمتي يا أبناء رسول الله. قال لا شيء والعليل يقولون جابهم سبايا نروح.
تركهما ظلوا بهاي الحالة إلى الليل، أقبل نحوهما فتح الباب إليهما قال سيداي اخرجا من هذه الطامورة من هذا السجن الموحش، اطلعوا روحوا أينما تشاءان انطلقا، لكن عندي وصية، سيرا ليلا واختفيا نهارا. روح يقولون إكراما لأبناء مسلم فتح باب السجن أطلق سراح كل المساجين إكراما لهذين الطفلين الغريبين. هم طلعوا من السجن وين؟ بالكوفة مولاي. سؤال، يندلون مكان؟ عندهم أهل؟ عندهم ناس يلجؤون لهم؟ في هناك جمعية خيرية للأيتام يروحون لها؟ في ملجأ يضم أبناء الشهداء أو الأيتام؟ ماكو. أبوهم مسلم ما كان يندل طريق الكوفة. شلون طفلين وين يروحون؟ وين يندلون؟ إلى أين يذهبون؟ لذلك كأني بهما طلعوا من باب السجن. يوم اللي شافوا الحرية وشافوا الباب مفتوح غدا يركضان في الطريق إلى أين لا يعلمان. يقول من باب السجن طلعوا لكن قاموا يركضون، لا وكل ذاك
قالت له تدورهم وما راقبت من جدهم يا خايب بيش تطلبهم شنهو عذرك من الله ومن المصطفى واله قال لها اظن عندك اسمع اسمع هذا البيت قال حالهم الله.
والله جسمه على القلبه
على أصلحنا في الدارين الأحوال بحق حبيبك المصطفى محمد والآل صلواتك ربي عليه وعليهم أجمعين. اقض حوائج المحتاجين، اهد ديون المديونين، امنن بالشفاء العاجل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. إلهي شاف مرضانا وجرحانا، ارحم موتانا وشهداءنا، وفق علماءنا الربانيين العاملين وسددهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن سجنائنا، اللهم فرج عن سجنائنا، اللهم فرج عن سجنائنا، وسد الخطى من ينصرنا ويعاضدنا. اللهم أرجع المفصولين إلى أعمالهم، والغرباء والمغربين والمنفيين والمطرودين والشاردين والهاربين والمطلوبين إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين بجاه حبيبك المصطفى محمد وآله الطاهرين. إلى موتاكم موتانا ومن مات على الإيمان، لا سيما خدمة الحسين والعلماء والشهداء، رحم الله من يهدي ثواب المغادرة.